واحد كتافق صح وغا بالقص والفيتامين ني غادي تشدني دابا سي القاري موصم تا واحد كاع ما كاين عنده تعقارين زندا لافيا اللي شعلت فيك ياهو مرحبا بكم الخوت فيديو جديد عندكم تسحبونا سالينا من تحدي صافي سالينا لا راه باقي يلا بدينا الكلاس عاوتاني او شي عندنا ندوي على القافيه انا ولا كيفاش بلا لا هرب ليا انا ما كنحط فيديو كنلقى واحد اخر قلت لكم البارح غنعس نفيق نلقى شي حد تسب شي حد المهم كلاس تايتان نوماسي اسكت 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 انا بقول لك اسكت وي دازيني بكاين وانا كنتلف المهم مول الصوت لا حتى هو كلاش على التراك الاخر اللي كان لاح بورتفوليو سميتو ديسكراك هذا سماه ديسك لاك المهم غنعيقطو عليه كتبنا يعجبكم هذا الفيديو تا هو ليتس جو بلا ما نطول عليكم سي يو مرحبا بكم في الرياكشن اوكي غادي نشوفو اول ما غندير رياكشن واقف نشوفو البلان كيفاش داير فو ديسك لاك كي غيكون يا جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي مرحبا بك في اخر حلقه ديال تايتان وماكي كيما سيطامه باقي قاد واي تايتان وماكي وانا اش قريتها تايتان وماشي وات ذا فوك از اوت ذا يا جبت الحساب لي من شحال مكمش فوراقي مرحبا بك في اخر حلقه ديال تايتان وماكي كيما سيطامه باقي قاد نطاكي وناطاكي نقا واي سيطامة كاين في وان بانش مان وهاديك السلاي كاين في انيمات هاديك دقة واحدة كيقتل الاعداء ديالو ناضي اوكي كملو وانت زفر من ريحة كنتاكي كليتي كلشي ودزتي تا الاولاد عينك غا في الاطس بلا ما تقول كنربي على البلاد نورمال تبغاو نورمال تزيد دوك تا انت الوتاد صبرها جواد زعما قال لي على قبل داك البلان كتبقى تقول بعض المرات شي لعيبات في المجتمع على قبل الدولة بحال كيف ما كان ذكر في التراك ديالو غير مؤخرا على قبل اخي الاستاذ والاستاذه كان ضامن زعما كاين مع هذوك الناس اللي دايرين اضرابات لعيبات فهمتوا هذا جبد لي ديك النويطه اكزاكت اختي الاستاذه والاستاذ فيفا لا ليبرتي مازال غنناضلو ما حد وراك جمهورك عباد واشنو ندخل معاك انا للمحاريم ولاد الكريشه فاس اللي راه سميتها كتبدا بالميم باش غادي تجاوب وانت عارف بارك واصلني بداو عاوتاني النويطات كيتجبدوا داكشي من الاعماق ديال نقول موقع المظلم ديال الدواسط الحياه الحياه تاع شي واحد كيبان لك يا بالي راسي شتوني راني ليه المهم دوس هادي انا عارف ليا هاد الليله ليلى داك تا هو عارف عليه شي وحده كان معاها وقال بلا ما نجبدها لك راه كتبدا بحرف الميم نايس لا سولوك غصبق الميم تحتي في صحيب الدعوه اللي باطاك كون بطل وخطع لك لي كوتريب مني دير كونتر اتاك عقنا بالخطه انت كتبي في غير اللي معاه لاطارت وداك اللي نوامرو ناقصه واخا جديد كتسمك هالبطار غابوي لوف بوزو قادي غراضي مصوفي لونتوراج والحمد لله الوالد غراضي قال بلا ديك الواب اللي هو لوف بوز راني قادي غراضي راه قالها نيت في ديك الديسكراك ماشي وين لوف بوز بديك اللعبه قادي غراضي ما كاتب تا ايدي غير بعد من ديك الميدي وات يعني ودق على هاد خونا مول الصوت حق له دابا جبد لي ثاني هاد النويطه عنده هنايا وبوز وانت اش درتي يا صاحبي جبت لي النقا وما انا قلنا كلشي مطايف على واحد كلهم يعني كيكونوا ساقرين كيجي كيعيرهم كيخليهم عاوتاني بحال كاين الدعوه كلاشات زايه يعني كي تكون تخرج عليه كلاش مشكله الا تجمع لك كلشي راه ما بقى عندك ما دير ولكن مع ذلك كتلقى لي فيوز تاع بوز طالعين ما فهمنا والو سبوز ناضي ولا هادو باقي ما قاسوش مزيان ولا باقي ما جبدوش عليه شي بروف خوت كومونطيو لتحت شنو الاوبينيون ديالكم نتوما عطوني الراي ديالكم ساكش بلا ما نجبدو ليك التفاصيل واش ديجا راضي عليك باك الشيخ دريسا صراطي الكاتر ويت عوينا كاع منا نسقو اول صوت دوا في الاطلس اجي فيها غنلصقو تحمستي يا جواد محترم تي شال اللي سبقو ما قلتي تا اللي عاد بدا وديتي تا العروه رزقو وي قال لي زعما كاين انت ما كتحترم والو لا الجينيراسيون جديده ولا القديمه يعني شي واحد فيهم ما عطيتيه واحد الاحترام كلشي كتسبو ما قلتي عليك والو الله الا حمقني بوزني وحق قربت بزاف ما فهمتش ما فهمتوش انا اصلا واش زعما كاملين دابا بوز بغيت نفهم انا العقليه ديالو وكيفاش كيشوف مش كاملين كيعيروه
هادشي باش كيخليهم ساقطين و تينوضي كلاسيون في شي تراكات. ما بغاش تفهم ليا، ما فهمتش. وطوطو قال لي كانوا واحدين معاه بكوبي رايت ونقيلو هادي وقالوا عليهم، وبوز باقي كيجبدوا فيه لحد الان. ويني راه بوز لسانو ماضي تا هو راه ما كيسكتش. البيطالي كترى ليك تبغيتي تشم الريحه اللي تحت بيطاني هاك سمع لا باقا شي ودان شيطان ليك الفلاح مات في بيف غير يجيبو خبارو حتى اللي في ليطالي صوبر لا ريفولا لا رطال لا كيتامين طحتي في واحد كتا فوق صاح وغاب القص والفيتامين ني غادي تشدني دابا سي القاري موصو حتى واحد كاع ما كاين عندو تقارين زندا لا في اللي شعلت فيك غادي تبات تفكر كي غدير باش تجاوبني باش تنجاوب هذا تريح حتى تجبد لي تراك زندا هذيك اللي كان قالها هو نيت حيت 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 عاود عاود هادي عاود خصك تعاود صوبر لا ريفولا لا رطال لا كيتامين طحتي في واحد كتا فوق صاح وغاب القص والفيتامين ني غادي تشدني دابا سي القاري موصو حتى واحد كاع ما كاين عندو تقارين زندا العافية اللي شعلت فيك غادي تبات تفكر كي غدير باش تجاوبني باش تنجاوب تزيد نصحك كمدها وارتاح واخا غتنكاح حتى تكبر وغتنسى ولدي اش داك تشوفني حيت قصير طلعت شي الفوق خايف طيح خايف طيب خايف طير طلعوا براش خربقوا لها الراب البارامتر ونتايا بحال داك جدي كبر وبقى في غير الشكا ونقير بانش لاين زوين اخويا ام اس دوز حي ديسك ونسيت انا لا تحمست مع الديسك وداك ونسيت لكم الكوفر ما دوينتش على الكوفر سموحات اوكي راحوا الكوفر كيبان لك جوج من هذوك التماثيل اللي تيكونوا عندهم واحد العلاقه بالحضاره اليونانيه حيت هما اللي كانوا كيتصفوا بالتماثيل بزاف. وحنا في الشرح ديال الكلاس هنايا كهاد جوج روابا هما اعتبروهم كفلاسفه حيت عارفين نتوما يا بوز فلو كيبقى يتفلسف واغلبيه اللي كيقرا اصلا كتب فلسفيه في شي تراكات ديالو راه كيسمي كاع شي عناوين من شي يعني فيلسوف ولا شي مصطلحات بحال ميتامورفوز شي حاجه هكا يو نو. انا غادي نجبد لكم حتى تعرف باك وتروح كاين فيلسوف الكئيد هاد الشيء وتروح ديال المعارض. وهنا في نفس الوقت عطى عنوان ديال تايتانوماكي تايتانوماكي يعني هادو عمالقه تاريخيين عندهم واحد الحضاره اللي قديمه بزاف وفاش ناضوا قضيه غتشعل ديال بصح فهمتوا البلان. هذا هو من خلال الشرح ديالي الكوفر على حسب ما شفت ولا حسب المعرفة ديالي. إذا كنت غلط نتمنى تصحوا لي هادشي. وتراك راه جا زوين كلاسات حنا معاكم حنا يخرجوا كلاسات حنا حتى حنا نلوحوا لكم رياكشن. وهذا ما كان الخوت في هذا الفيديو. كنتمنى تكون عجبتكم الرياكشن ديالي. ما تنساوش واحد لايك سبسكرايب كومنت ومرحبا بالناس الجداد مرحبا بكم كاملين كنبغيكم بزاف بيس اوت. التحدي راني لحقتو في القناة كنت قلت لكم عليه تو كنتفرجوا فيها تلقاو في الاخر تاع هذا الفيديو. اوكي okay. بيس.